اليوم يتواصل معكم صباح الشروق وبنصل للشروق نت. نرحب بالكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ إمام حمد. إمام مرحب بك وصباح الخير عليك. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وصباح الشروق لك ولزميلك ولمشاهديك داخل السودان وخارجه. مرحب بك. نبدأ معك بهذا العنوان من الشروق نت في صفحتها السياسية: بكري يبحث دعم وتطوير العلاقات مع جنوب إفريقيا. بحث النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح يوم الاثنين ونائب رئيس جمهورية جنوب إفريقيا ديفيد مابوزا سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، وحضر المباحثات وزير الدولة بالخارجية أسامة فيصل. وأكد فيصل في تصريحات نقلتها وكالة السودان الرسمية للأنباء أن المباحثات بين الطرفين تناولت تطوير الاستثمار، وبحث اللقاء أيضا كيفية دعم اتفاق السلام في دولة جنوب السودان، موضحا أن الطرفين حثا المجتمع الدولي على دعم الاتفاق. وأضاف وزير الدولة بالخارجية أن نائب رئيس جنوب إفريقيا سيلتقي بعدد من القيادات الرسمية السودانية وسيتوج لقاءاته بلقاء رئيس الجمهورية المشير عمر البشير. يعني أستاذ إمام، العلاقات مع جنوب إفريقيا لفترة طويلة ظلت شبه مجمدة، يعني منذ نزاع في جنوب السودان. جنوب إفريقيا كان لديها رأي في هذه الحرب، تفتكر أن هي حرب دينية في المقام الأول أو حرب عرقية، يعني إلى أن تم تصحيح هذه المفهومات الآن. هل تعتقد أن عودة العلاقات مع جنوب إفريقيا ستتسارع في ظل المتغيرات وعودة السودان لدوره الإفريقي؟ ينبغي للناظر إلى خارطة العلائق السودانية الأفريقية أن ينظر إليها من حيث الكل، إذ أن هذه الزيارة لنائب رئيس جنوب أفريقيا ما هي إلا امتداد لهذه العلائق السودانية الأفريقية واستدامة لها. من هذا المنطلق أن العلائق بين السودان وجنوب أفريقيا ما أن انتهت حرب الجنوب إلا وشهدت كثير تطور وتحول إيجابي في إطار مسارات العلائق. ومن أهم هذه المسارات لا ننسى أو نتناسى الجهد الذي بذله الرئيس الجنوب الأفريقي الأسبق فيما يتعلق بزيارة فخامة الأخ الرئيس عمر البشير إلى دولة جنوب أفريقيا، وتطوير هذه العلاقة من بعد، وأخذت جوانب عديدة. كما لا ننسى أو نتناسى أن الذي يقود آلية التحاور ما بين السودان وأطراف الأخرى أو الحركات المسلحة الأخرى هو أيضا الرئيس جنوب أفريقيا الأسبق. كل هذه الأطر تعطينا مؤشر طيب، أو تعطينا مؤشرا طيبا في أن العلاقة تسير في مساراتها الصحيحة، وجاءت هذه الزيارة تثويرا لهذه العلاقة وتأكيدا لما فيها من قدر من التوثيق والتواثق ما بين القيادتين في السودان وجنوب أفريقيا. نعم، وتحدث الخبر أيضا عن دور هذه العلائق في سلام جنوب السودان والحديث عن المشروعات الاستثمارية وغيرها. نعم، وتسمن جنوب أفريقيا دائما في كثير من مخاطباتها للمجتمعات الإقليمية والدولية دور السودان الرائد في كثير من حلحلة قضايا الإشكالات الأفريقية، لا سيما الإصلاح ذات البين بين الفرقاء الجنوبيين في يوليو الماضي. هذا إنما يدل أن هذا التلاقي هو في إطار التلاقي الأفريقي. نذهب إلى خبر آخر في الشروق نت: يوغندا تعتزم نقل تجربة الزكاة السودانية. وقف وفد بيت الزكاة اليوغندي برئاسة محمد أحمد سفير وزارة الخارجية اليوغندية وعضو مؤسس لبيت الزكاة على كيفية نقل تجربة الزكاة السودانية وتبادل الخبرات والاستفادة من الكادر المؤهل تعظيما لشعيرة الزكاة بأوغندا.
وبحث الوفد خلال اللقاء الاثنين مع الأمين العام لديوان الزكاة السوداني محمد عبد الرازق التعاون المشترك بين المؤسستين. وأكد عبد الرازق جاهزية الأمانة العامة لديوان الزكاة في تبليغ رسالة الزكاة لكافة الدول، موضحا تميز ديوان الزكاة بالسودان لمسيرته الطويلة القاصدة وتطوير الأداء فيه. وأشار إلى أن من أهم أسباب نجاح الزكاة بالسودان هو تطبيقه لفريضة الزكاة وفق شرع الله، وسلطانية الدولة على الزكاة شأنها في ذلك تعظيم فريضة الزكاة، وهو الأمر الذي جعل التجربة رائدة وناجحة. وأعرب عبد الرازق عن أمله في نقل التجربة لدولة أوغندا بذات المضامين والأهداف، مبينا أن معهد علوم الزكاة يقوم بتوصيل رسالة الزكاة للعالم الخارجي باللغات السواحلية والإنجليزية والفرنسية حتى تعم الفائدة. بدوره أثنى محمد أحمد على دور ديوان الزكاة السوداني مؤكدا تجربته الرائدة والمتفردة، وهو يعتلي أولى المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية على الإطلاق. وأضاف: أتينا لكي نستقي الفكرة والتجربة ونقف عليها واقعا، وبعد ذلك نقوم بنقلها لأوغندا. يمكن هو حديث أيضا عن ديوان الزكاة السوداني وهذه التجربة المتفردة في السودان، وبيستقي منها الجميع تجربة الزكاة. نعم، وتأتي أيضا في إطار هذا التعاون الذي تحدثنا عنه في تمتين العلائق الأفريقية، خاصة وأن العلائق السودانية اليوغندية شهدت قدرا ملحوظا من التوترات في فترات، سواء كان ما قبل اتفاقية نيفاشا أو بعدها، إلا أنها بدأت ترسو إلى بر الأمان من خلال اللقاءات الأخيرة التي جمعت بين قيادتي البلدين، ممثلة في فخامة الأخ الرئيس عمر البشير والرئيس اليوغندي موسفيني. لكن المهم في هذا العمل أو في هذا الخبر هو أن الفكر التنويري لمشروع الزكاوات في السودان فكرا متقدما، لا سيما وأن الزكاة ركن ركين من أركان الإسلام الخمسة، إلا أن تطوير هذا الفكر الزكوي وجد اهتماما مقدرا في السودان، فمن هنا بدأت انطلاقات وإضاءات وإشعاعات الفكر الزكوي إلى بعض البلدان، خاصة البلدان الأفريقية التي فيها شريحة متنامية من المسلمين مثل أوغندا ودول الساحل الأفريقي. من المهم أيضا أن هذه الزيارة التي قام بها السفير اليوغندي إلى مدير عام ديوان الزكاة الاتحادي فيها هذه الرؤية، أن يستلهموا من هذه التجارب دون أن يبدأوا من الصفر، يبدأوا من ما توصل إليه السودان ويستهدوا بهذه المنارات الزكوية التي استطاع السودان أن يحققها، ومن ثم يتم بعد وعي تام بها نقلها إلى أوغندا وتطبيقها على الشريحة المسلمة في تلك البلاد. نعم. أستاذ إمام، يعني يمكن ظل السودان يقوم بهذا الدور التعريف بالدين الإسلامي وأصوله وكثير جدا من الأفكار على مستوى رجال الدين، على مستوى المشايخ يعني هنا في السودان، لكن هذا الانفتاح الأفريقي على مستوى المؤسسات الدينية، هل السودان مستعد لخوض هذه التجربة مع أوغندا أو غيرها من الدول؟ إحدى المشروعات الكبرى للفكر الذي استلهمت منه الحركة الإسلامية كل أجنداتها هو الانطلاق تجاه أفريقيا دعوة وحركة، بمعنى لا بد من إيصال الدعوة إلى تلك المناطق، فلذلك نشطت في فترات منذ ستينات القرن الماضي حركات دعوية سودانية في أفريقيا، خاصة في إثيوبيا وإريتريا ويوغندا وكينيا وتنزانيا، وأثمرت بعد هذه الجهود أن وطدت للدعوة الإسلامية من خلال الوسائل التي
تمكن التعبير والممارسة الدينية في تلك المناطق من مساجد ومعاهد ومؤسسات دينية. فالسودان لا ينبغي أن تنقطع هذه الصلة الدعوية ما بينه وما بين أشقائه من الدول الأفريقية. فلذلك هذا قدر المقدور على السودان. وكان السودان في كثير من مجادلاته مع الإخوة في دول الخليج أن يكون هو رأس الرمح لنشر الدعوة الإسلامية في تلك البلدان. وبالفعل كثير من المؤسسات الدعوية في الخليج لا سيما في المملكة العربية السعودية والكويت كانت تنداح إلى تلك البلدان عن طريق الدعاء السوداني. نعم. خبر آخر في الشروق نت، الفكي جنوب دارفور تجاوزت الصراعات القبلية. نقرأ في الخبر مشاهدينا، قال والي جنوب دارفور آدم الفكي إن ولايته تجاوزت الصراعات القبلية وإن المواطنين يعيشون في أمن واستقرار تام، متهما جهات لم يسمها بأن لديها ما أسماه بالغبش والحسد، لافتا إلى التعايش السلمي بين مكونات الولاية المختلفة. وأفاد الفكي أثناء مخاطبته النفرة النسائية لدعم الدورة المدرسية بنيالة في دورتها 28 التي نظمها اتحاد عام المرأة السودانية بالولاية الاثنين بأن جنوب دارفور بها نحو 5 ملايين نسمة، الغالبية العظمى منهم متفقون حول الأمن. وأكد حرص حكومته على توفير الخدمات في المحليات المختلفة، وعبر عن سعادته للتفاعل المجتمعي مع الدورة المدرسية داعيا لتضافر كافة الجهود من أجل إنجاح الدورة المدرسية التي تستضيفها الولاية في نوفمبر المقبل. من ناحيتها أكدت وزيرة الرعاية الاجتماعية بالولاية عائشة هنو مساندة المرأة لجهود الولاية لإنجاح الدورة المدرسية، وأعلنت تبرعها بمبلغ 5000 جنيه. هذا وقد توالت التبرعات من القطاعات النسوية بالدعم العيني والمادي، وبلغ إجمالي التبرعات للاتحاد بالمحليات أكثر من 1 مليار جنيه. من جهتها تعهدت رئيسة اتحاد المرأة بالولاية صابرين إبراهيم بدعم مشاريع التنمية، وأكدت دعم ترشيح البشير في انتخابات 2020، وطالبت القطاعات النسوية لمساندة حكومة الولاية في الدورة المدرسية. يعني أستاذ إمام، مواضيع كثيرة جدا كانت في هذا اللقاء، لكن دعنا نتحدث عن الفكرة العامة. الأمن والاستقرار يعود إلى دارفور، وهذا المنشط الدورة المدرسية وغيرها من المناشط الكبيرة بشكلها القومي إلى أي مدى يمكن أن تساعد في رتق النسيج المجتمعي ومداواة الجراحات بين بعض القبائل في دارفور؟ ينبغي أن ندرك تمام الإدراك أن ولاية جنوب دارفور ليست الولاية الكبرى في إقليم دارفور، بل هي من الولايات الكبرى في ولايات السودان، وتأتي في آخر إحصاء الثانية في المرتبة الثانية بعد ولاية الخرطوم من حيث كثافة الأنفس. لذلك أي رتق للنسيج الاجتماعي فيها هذا معناه معبر عن مدى الاستقرار والسلام في تلك المنطقة. لا ينكر المتابع السياسي للشأن السياسي السوداني داخل السودان أو خارجه أن دارفور السطش دارفور ككل لم تشهد لفترة طويلة معارك عسكرية، سواء كان تفلتات أو غيرها، مما يعني أن هذا الأمر لم يكن قاصرا على شهادات سودانية، بل حتى القائم بالأعمال الأمريكي عندما سار دارفور أكد تمام التأكيد بأن دارفور تشهد واقعا جديدا ملموسا من الاستقرار، وبدأ أهل دارفور يتضامنون في كيفية استقبال النازحين إلى ديارهم من المعسكرات ومن المناطق الحدودية المتاخمة. كل هذا يؤكد ما ذهبت إليه هذه الملتقيات في أن إنسان دارفور لابد أن ينطلق انطلاقة كبرى. فأخذت ولاية دارفور
أن سلوغن أو شعار الدورة المدرسية حتى تستقطب اهتمامات كثير من الدوائر الدارفورية، سواء كانت في جنوب دارفور أو في المناطق المتاخمة من الولايات التي تحد ولاية جنوب دارفور. وأحسب أن الأخ آدم الفخي والي ولاية جنوب دارفور قد نجح أيما نجاح في مسألة إشعار المجتمع المحلي والإقليمي بأن هنالك قدرا كبيرا من الاستقرار واستتباب الأمن، مما يعني أن قيام هذه الدورة إن وفقت، يعني إن وفقها الله ونجحت نجاحا كبيرا كما متوقع لها، ستكون دليلا راسخا آخر لما يعرف بالاستقرار والأمن والسلام في ولاية جنوب دارفور. نعم، ومثل هذا المشروع يعني استضافة الدورة المدرسية من الولاية بالتأكيد يعني هو حديث أيضا عن الخدمات، عن مشاريع الاستقرار نعم. في دارفور. نعم، خاصة يتعامل مع مشاعل النور، مشاعل المستقبل، ألا وهم هذا الكم الهائل من التلاميذ الذين نعتبرهم بنات الغد. ننتقل إلى خبر آخر في الشروق، الصفحة السياسية. المركزي يفرض جزاءات على البنوك التي توقف تغذية الصرافات. أعلن محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير فرضهم لجزاءات بدأت من الأمس الاثنين على البنوك التي تتوقف صرافاتها عن العمل لمدة 24 ساعة، وأوضح هذه الجزاءات لن تقل عن 20% من ساعة الماكينة يوميا. وفقا لوكالة السودان للأنباء، يتجه المركزي لتوقيع جزاءات على إدارة أي مصرف تجاري ثبت تصرفها في الأوراق النقدية المخصصة للصرافات الآلية لأي أغراض أخرى غير إيداعها في الصرافات للجمهور. ووقف رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي على حجم السحب من منظومة الصرافات الآلية خلال الفترة من 12 إلى 14 من أكتوبر الجاري عقب زيارته لغرفة المراقبة الإلكترونية للصرافات الآلية ببنك السودان. من جهته، أكد محافظ المركزي تغذية المصارف التجارية بالأوراق النقدية منذ الجمعة الماضي لضمان عمل الصرافات على مدار الساعة لمقابلة احتياجات المواطنين. يذكر أن غرفة المراقبة الإلكترونية في بنك السودان تتابع حالة الصرافات الآلية في كل أنحاء البلاد، وتوضح البيانات الفورية لأسباب توقف أي صراف عن العمل، سواء كانت لمشكلة تقنية أو خلوها من الأوراق النقدية. ويمكن الخبر هو الذي يتداوله الجميع، الحديث عن النظام المصرفي وهذه الحركة في الصرافات، والآن أصبحت المتوفر من النقد موجود في الصرافات المختلفة، ولكن دائما يبقى الحديث عن الاستمرارية وعن المراقبة للصرافات. الجديد في هذا الخبر هو أن مسألة الفولو أب المتابعة أو الرغابة ينبغي أن تولى أهمية قصوى، لأننا نندفع عند إعلان أمر جديد أو قرار جديد ونتفاعل معه، لكن ما أن تمضي بضعة أيام، ليس أشهر ولا أسابيع، وإلا يختفي أثر هذا الأمر. وهذا الأمر أيضا يؤكد أهمية التواصل بين المسؤولين والوسائط الصحفية والإعلامية الحديثة والتقليدية، إذ أن موضوع السيولة أولي اهتماما ملحوظا في كل الوسائط الصحفية والإعلامية التقليدية والحديثة. ومن مبشرات هذا الأمر المتعلق بالمتابعة أن الأخ دولة رئيس مجلس الوزراء القومي الأخ معتز موسى من خلال هذا التعامل، سواء كان عبر التويتر والآن عبر الفيسبوك، سيجد نفسه متداخل مع كثير مباشر من المتداخلين، فالفيدباك بيكون فير سورسز، يعني الفيدباك يكون من المصادر الأولى وليس من التقارير المكتوبة التي قد لا تفي الأمر حقه. فمن هنا قرار الأخ دكتور محمد خير الزبير فيما يتعلق بمراقبة البنك المركزي للبنوك
في تمويل والصرافات وتغذيتها، لأنه هذا يعكس نجاح هذه السياسات. لأنه إذا ذهبت إلى الصرافة ولم تجد مال، هذا لا يعني أن هذه الصرافة أو تلك حدث فيها خلل، بل يعني أن السياسة الكلية التي اتجهت إليها الدولة في حكومة الوفاق الوطني الثانية كولابس، يعني في موقف انهياري. ولذلك حرص كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس البنك المدير البنك المركزي في نجاح هذه المسألة من خلال المراقبة للصرافات، باعتبار أنها الأكثر شيوعا وقبولا لدى العملاء الذين يتعاملون مع نقودهم عبر المؤسسات المصرفية. لا تنسوا أيضا أن هذا الأمر قد يساهم إسهاما فاعلا في إعادة الثقة وتعزيزها ما بين العملاء والمصارف التجارية وغيرها. أستاذ إمام محمد إمام، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لحضورك، لكل ما أفدتنا به، كثر خيرك. شكرا لكم أيضا. شكرا جزيلا. مشاهدينا دائما هي الأخبار المختلفة تتابعونها عبر الشروق نت.